كون على بال هاوي الشهور كون على بال هاوي الشهور. أزول ومرحبا بكم متابعي قناة صوتكم. اليوم أنا متواجدة في البيت ديال واحد من كبار الفنانين الأمازيغ أحمد أمينو. مرحبا بك سي أحمد. مرحبا بكم في يعني المنزل ديالي المتواضع، وهذا التواضع منكم، وشكرا على كل ما تبذلونه من مجهودات التواصل الإيجابي بين يعني المتتبع الحق الفني بصفة عامة. سي أحمد، حنا اليوم هنايا باش نهضروا على الجديد ديالك. فعلا وجدنا واحد الأغنية ديال أوي الشور، يعني تمهل باللغة العربية. أوي الشور يعني أغنية تربوية توعوية، فيها مجموعة ديال لي ميساج، سواء المربي اللي هو الوصي ولا الأب ولا الابن. إلا لاحظتوا في الأغنية الأمازيغية كاين واحد الفراغ فيما يخص الأغنية التربوية. حنا ديجا درنا تجارب بحال يعني غرانا ردي استرخو تجمع، عندي مجموعة ديال الأغاني مع الأطفال ومع الأغاني التربوية. هذه الأغنية كتصادف اليوم الوطني للسلامة الطرقية اللي فيها اللي كنتمنوا جميعا نحسن السلوك ديالنا فيما يخص استعمال الطريق. تبارك الله عليك سي أحمد أمينو، كيف ما قلتي أنك غادي تنزل يعني أغنية تزامنا مع اليوم الوطني للسلامة الطرقية، كيف جاتك هذه الفكرة؟ الفكرة أنا خدم في واحد العمل رفقة المخرج الفنان الصديق رشيد أسلال والفنان سي عمر وسيم، اللي كنوجهوا لهم تحية من هذا المنبر، تحية للفنانين الكبار ديالنا. احنا خدامين في واحد العمل، وأنا هذه الأغنية عندي من 2015، كنت شاركت بها في واحد المسابقة. يعني كنا كنقراو شي منشورات في الفيسبوك وبان لينا هذا الموعد السنوي ديال اليوم الوطني للسلامة الطرقية، وطرحت عليهم هذه الفكرة أنني عندي واحد الأغنية اللي خصها توصل للجمهور وتعطي الأكل ديالها في هذا الوقت هذا. سي رشيد أسلال يعني عجبته الفكرة، وحطينا واحد يعني واحد البتي سيناريو وخدمنا عليه. إن شاء الله غادي تعجبكم إن شاء الله. إن شاء الله كنتمنى أن هذه الأغنية توصل يعني يولي الصدى ديالها واسع بإذن الله. سي أحمد أمينو اللي بغى يعني يسمع لهذه الأغنية فين غادي يلقاها وإمتى غادي تلاح؟ اليوم بالضبط، اليوم غادي يعني سيتم طرح هذا العمل الجديد في القناه ديالي احمد امينو ديال اليوتيوب، وغادي تكون في الفايس وغادي تكون في جميع المواقع التواصل الاجتماعي. يعني كما خدينا ذاك الوعد مع الجمهور ان خص ديما يكون عندنا امينو، هذه السعاده هو امينو ديالنا. كنتمنى لك كل التوفيق احمد امينو، ان شاء الله الاغنيه توصل لواحد الصدى اللي غادي يكون كبير باذن الله. شكرا لكم على التواصل الإيجابي والقناة ديالكم يعني اللي كتستطع أنها توصلنا كل ما هو جديد في الوقت المناسب، يعني وكنوليو نحسوا بواحد العالم أنه كامل حدانا بجميع المكونات ديالو والأحداث ديالو.